سنتين 8 اشهر و6 ايام. فيلم بيحكي قصة فتاة كردية إيزيدية ناجية من بطش داعش، من إعداد وإخراج هيرو إسماعيل عارف، وبيعرض باللغتين الكردية والعربية. هيرو، بس كنت حابة أعرف شو هو السبب اللي خلاك تفكري بهيك نوع من الفيلم؟ السبب بعد ما قرأت الكتاب تبع الليلة اللي كتبها خالد تعلو قائد، يعني أخو ليلى كتب الكتاب، على مود هالشي قلت لازم ما يروح هالقضية هدر. بالكتاب كاتبين كل شيء، التاريخ، اسم الدواعش والأماكن كلها. ليلى كانت يعني بنية ذكية، لما قرأت الكتاب قلت لازم أسوي شيء حتى يبقى ويكون وثيقة بإيد المجتمع، بإيد هاي المنظمات اللي يشتغلون على قضايا الإزدية. على مود هالشي سويت هاي الديكودراما. خبريني كيف كانت تجربتك بخلال كل هاي المراحل؟ تجربة صعبة، لأن هاي أول مرة أسوي إخراج، يعني سويت الإخراج يم الكمبيوتر على سيت المونتاج، بس إخراج ميداني بهالشغلات أول مرة سويت هالشغلة، يعني كان هواية صعبة بس مجازفة إلي ومجازفة للتلفزيون. هالثقة التلفزيون لازم احتفظ بهالثقة واسوي شيء كلش زين. شفت التجربة هواية صعبة، بس الحمد لله لما شفت رد فعل الناس عرفت انه نجحت بهالموضوع. والله الفيلم انا شفته بدقة، ربما اكثر من بقية الزملاء، لانه انا كاتب وصحفي ومعني بالفيلم وشايف أفلام قبله. الفيلم كان تسجيلي يعني، وكان ممكن يكون أفضل لو خلي بيه مشاهد، الكلام كان أكثر من المشاهد، بس رغم هذا فيلم يعني امرأة ويزيدية وغير مثقفة بالمستوى اللي إحنا نعرفها، يعني لازم السينمائية أو السينمائي يكون عنده ثقافة سينمائية، ذولا بسطاء يمكن مستواهم التعليمي سادس ابتدائي ربما. ولهذا فأنا أفتخر بهذا الفيلم وأعتز به وبكيت حقيقة. فيلم جميل ومثير، ونستطيع أن نقول فيلم رهيب. كنا على موعد مع أعلام ليلى وقصة ليلى تعلو الأمرأة اليزيدية. حقيقة الفيلم، أنا كصحفي أحكي، الفيلم فيلم فني، يعني عمل فني بلمسات صحفية.